عليه وسلم بهوين تحسب جو كل مية قبل كسناك مقال ما ضحى عرقامه يدمان برشوين تقيمه عليه حفلة فردي دو حريدن كسلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الكواد ما ضي بهوين تحسب جو كل مية الرهانتي مالين ومالين تيكدم بيسوى حي حقيقين ايان ويدن كم بوغتا قوشي حسبقا كل مية انو مانتنا هقانكا دلكا غوطوم مرلبات واحقي تسين آدي آدنا وقوم هاتسنتهين وحن آدو قوم هاتنا غيا بهو انت حسبقا كل مية قودهان وحن قارهان وقوم هاتنا غيا هبلاها شرفتا ليه مدالياشا اي مقالدن عارقا وآدي آدكو قولو ليا اولف نور حسبقا هو ayaan sigaar ugu ololay ugu mahadnaqaya iyadoo dhamaan laamaha degmooyinka gobolka ay sida yihiin oo hormuud u yihiin aad baan idinku mahadnaqaya waxaan mar labaad idinku boorinaya ninka guuleysta waa dulqaata ninka guuleysta ka guuleysto waa inuu u dhibisnaada waxaan u leenahay هذا الركتان حسبيجي ودني وآد وقيلنا يا ما آد وعي تمية وعي أركان قول در هذا أركان هلا تلغات قول در هذا أركان هلا تلغات وعن مغلى يسوق ورك يكسر نقول يي ورب كسر نقول يي والله وذا فريست مغاحي الكير ولا كشاي وعلي ورني ما كير كل مية ده هذا هي سوق قصته مد كنا وحي وردت كيوالي يمسد حاشا تد كل ما يمسد تد كم بعدي بيكوي مادي مغادي بيكوي مادي ساك وحي مغني مركي نسود بلدك إن الدرجية مريني دتك وركا سجارة ورنمك أوضة هاي جوستين ساك ويسود دعوة شط ورب واحد هو بيبين هاي الكاس أي تجني وحن لي هاي وحب مله هذه اللي برتبة قعدون بقولي سن لهاي حسب كل مية هدو قولي سنة وحن فيلا يا وحسب قرن وحسب هرومارينات وحسب حق لها ما أنت نينو قولي سو حسب هذا كله قرنا سدوا ذبا إلى هاي مركو النبي هذا صاد ريو نبي قال عليه الصلاة والسلام أفرتن شربوا كصاد ريو مركو وكان قالوا إتلا ذي حكيو حكمة باكو شرتا حسب سدح شرعة وولي آن راد برن وآن قان قارين ووضح الله سيهون هاي كرسي قادو فرو وحيلتا هاي كما هبونا حكمة إلهي معنا هاي ilaahay umada marka uu rabo inuu tababaro marna barwaaq uu siiya marna abaar buu siiya anigu saaxiibkay cabdiraxmaan ciro isku gol aanu ahaan jirnay muddo aad u fara badan ruuxantii wadaha laasiya buu maray ma yaqaano guuldarada guushan buu yaqaanaa ninka noocaas oo kale inuu hoggaamiye ma noqon karo waa inuu marjaba oo kaca ninka ragga waa ka intuu kufo misana kaca weey laakiin hadduu wadaha laasiya uu intuu durduriyo dhakada uga baxo ده waxay la tahay taasi xikmadda Ilaahay ba maaha xisbiga kulmiye uu soo dhacay uu guuleystay maanta insha Allah ta'ala uu guuleysan doonaa iyaga xisbiyada qaranka ma af laga deynayno mana caayno laakiin waxaan leenahay soo barbaara soo qaan gaara marka hadii Ilaahay qadro qaan gaar noqotaana insha Allah ta'ala de hoggaanka xilligina waa qaban doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عليكم السلام. And give me a good idea of Gunanatki.